مساء الخير على حضراتكم واهلا بكم. في عام 2015 اطلقت وزارة الكهرباء استراتيجية الطاقة المتكاملة حتى 2035. الهدف الاساسي لها هو تنويع مصادر الطاقة من جهة، وكمان امن والطاقة واستمراره من جهة تانية. بتعكس هذه الاستراتيجية تحديدا طموح مصر بان تصبح نقطة مركزية على خارطة الطريق، تصل ما بين اسيا وافريقيا واوروبا، وده من خلال مشروع الربط الكهربائي بمشيئة الله. طيب النهاردة وإحنا بنشوف مؤتمر المناخ والعالم كله بيتخوف من آثار التغيرات المناخية، بل ويدق ناقوس الخطر بضرورة تقليل الانبعاثات الكربونية، والبعض الآخر بيراهن على الانتهاء من هذه الانبعاثات، يعني الوصول إلى صفر كربون في 2050 تقريبا. هل من الممكن القول أن استراتيجية الطاقة المتجددة بمثابة طوق نجاة؟ ده سؤال بوجهه لدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، تحيات لحضرتك وتحيات المتابعين الكرام. أهلا بيك. في البداية محتاجين نعرف تفاصيل أكتر عن هذه الاستراتيجية، ووصلنا لغاية فين تقريبا؟ هو طبعا احنا الاستراتيجية دي موضوعة من فترة، ويمكن بيتم تحديثها أول بأول. كانت في الأول كانت موضوعة إن وكان من ضمنها أو كان بيتضمن وجود الفحم النظيف فيها، وكان الطاقة المتجددة بنسبة 37%، ولكن تم تحديثها واتشال خالص الفحم منها، وزاد نسبة الطاقة المتجددة إلى 42%، ودي نسبة كبيرة، لغاية 2035، ومرحليا كان المخطط إن هي تصل ل 20% السنة اللي جاية. ولكن يمكن سيادة الرئيس أشار للجزئية ديت إن احنا بالفعل وصلنا لها السنة دي، وده يعتبر إنجاز كبير جدا، وده بيعكس مدى اهتمام الدولة المصرية وتطبيقها، ويعني ان هي ماشيه على استراتيجيه واضحه جدا. ويمكن اللي احنا بنشوفه على ارض الواقع من المشروعات العملاقه والتميز في الطاقه المتجدده واقبال المستثمرين ووكالات التمويل العالميه لضخ استثماراتها في مصر على مشروعات الطاقه المتجدده، ده بيعكس مدى جديه والخطط الاستراتيجيه الواضحه والناجحه اللي احنا كمصر يعني بتخطط ليها كويس جدا. الحمد لله دلوقتي احنا يمكن احنا وصلنا لاكثر من 6000 ميجا وات السنه دي من الطاقه المتجدده، يمكن على 2023 نصل الى تقريبا قدرات مركبه من الطاقات المتجدده سواء شمس او رياح او كهرومائيه الى 10000 ميجا وات، ودي يعني قدره كبيره. وكمان في نفس الوقت عايز اقول لحضرتك ان حاليا في مقترحات لتحديث كمان الاستراتيجيه ديت علشان يتم ضم الهيدروجين الاخضر فيها، وده يعتبر هي انا كنت لسه هسالك على الهيدروجين الاخضر، احنا بدانا فيه ولا لسه؟ احنا بالفعل احنا خدنا خطوات مهمه فيه، يمكن وقعنا بعض اتفاقيات نوايا مع بعض الشركات العالميه، وكمان في نفس الوقت يمكن يعني قريب كان في توقيع لاول 50 ميجا ل مش تصنيع بس الهيدروجين الاخضر، لا كمان الامونيا الخضراء او كمنتج من الهيدروجين الاخضر، ده يعتبر من تعظيم الاستفاده من الهيدروجين الاخضر، وده يعتبر كمرحله تجريبيه لان العالم كله بيسعى يعني بدرجه كبيره جدا علشان يستفيد من الهيدروجين الاخضر. واحنا الحمد لله يعني ما يميز مصر الحمد لله ان دايما بيبقى في تخطيط علمي، في رؤيه واضحه، وفي اراده على تنفيذ هذه الاستراتيجيه والتخطيط المطلوب. على طريق الطاقه الجديده والنظيفه، احنا من الممكن امتى ان نقول ان احنا دلوقتي عندنا دلوقتي الحمد لله طاقات خاليه من الكربون، خاليه من الانبعاثات الكربونيه، او على الاقل بنقلل خطر الانبعاثات الكربونيه؟ احنا ما عندناش الخطوره اللي موجوده في بعض الدول الخارجيه، ولكن احنا في حاجه الى تقليل التلوث، وده خطر بيدق يعني ناقوس، يعني العالم كله بيدق ناقوس الخطر عليه. احنا فين في هذه الاستراتيجيه بقى؟ يعني هو يعني تأكيد لكلام حضرتك، احنا يعني احنا بنسعى لتنويع مصادر الطاقه وزياده نسبه الطاقات المتجدده، وعندنا عندنا الرياح الشمس احنا متميزين بيهم جدا. لا، وكمان في نفس الوقت احنا عندنا اماكن محدده اكتر من 7000 كيلو متر
موجوده في مصر متحدده الاكثر سطوعا واكثر سرعه للرياح، علشان تساعد المستثمرين بحيث ان المستثمر يجي يبقى عارف هو يحط الاستثمار بتاعه فين، سواء كرياح او طاقه شمسيه. دي الاماكن دي ممكن تنتج لنا حوالي 90,000 ميجا وات، وطبعا دي قدره كبيره جدا، بالاضافه الى جزء اخر مهم وهو مشروعات الضخ والتخزين. مشروع الضخ والتخزين دوت بيتكامل مع الطاقات المتجدده، لان مشكله الطاقات المتجدده ان هي صعب التحكم فيها، لان مثلا لو بنتكلم على خلايا شمسيه، لو الشمس مش بتدي للسطوع بتاعها او بالليل مش هتدي نفس الطاقه، فبتحتاج طرق للتخزين بتاعها عشان نقدر نعتمد عليها على مدار اليوم. عشان كده بيجي بقى الطرق التخزين، يمكن البطاريات التخزين ما زالت في التكنولوجيا بتاعتها غاليه شويه، وانما احنا شغالين في برضو المشروع الضخ والتخزين في عتاقه كمشروع برضو ايضا مهم جدا لانتاج حوالي 2400 ميجا وات، وباستخدام مياه المعالجه من الصرف الصحي، وبالتالي بيبقى ليها اكثر من بعد. فالحمد لله احنا يعني على ارض مصر في مشروعات متميزه، سواء في بنبان في جبل الزيت، ومشروعات المستقبل ان شاء الله تزيد اول باول عشان كمان نحدث الاستراتيجيه ونزود كمان من الطاقات المتجدده باذن الله. ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا دكتور ايمن حمزه المتحدث باسم وزاره الكهرباء على هذه الايضاحات. يعني توضيح بسيط، الهيدروجين الاخضر هو طاقه مستخرجه من الماء، يعني طاقه وبتساوي صفر كربون. يعني في حاله ان احنا بقى عندنا هذه القدره، نعتقد ان احنا ممكن نوصل لما فيش انبعاثات كربونيه، ما فيش خطوره، ما فيش اي تلوث. فاعتقد ان هيكون ده مهم جدا، واحنا الحمد لله مصر على قدم وساق للوصول إلى الهيدروجين الأخضر إن شاء الله. كمان في استعدادات مكثفة حاليا بتجرى داخل معبد الكرنك بالأقصر، وتحديدا في طريق الكباش. طبعا زي ما حضراتكم عارفين في احتفالية مرتقبة، فده حاليا بيتم تجهيز وضع المراكب المقدسة في قلب طريق الكباش استعدادا لهذه الاحتفالية المرتقبة، الاحتفالية طبعا الضخمة. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن آخر التطورات. معايا دلوقتي الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم. اهلا بيك. قول لنا كده ايه اخر تطورات اللي بتجرى على طريق الكباش استعدادا لهذه الاحتفاليه؟ اعمال الترميمات شغاله على قدم وساق في معابد الكرنك ومعبد الاقصر. اعمال الحفائل في طريق الكباش مستمره. التجهيزات يعني نقدر نقول خلاص قاربت على الانتهاء. زراعات إضاءة، البلد كلها بتتزين الأقصر، أهالي الأقصر يعني في فرحة عارمة في انتظار هذا الحدث العالمي. بيشاركوا فيه شباب من الأقصر. الاحتفالية دي بس مش بنتكلم على طريق الكباش، احنا بنتكلم على الأقصر كلها شرقا وغربا، معابد ومقابر، مراكب وفلايك، عربيات حناطير، كل ما هو جميل في الأقصر عشان ترجع قبلة للسائحين والزائرين ومن مختلف أنحاء العالم كما كانت من قبل كأهم مدينة أثرية سياحية في العالم. هل في موعد تحدد للاحتفال؟ هو إن شاء الله هيبقى في خلال شهر نوفمبر، في انتظار احنا يعني نقول الأسابيع القليلة القادمة بإذن الله تعالى هيكون الاحتفال العالمي. هل هيكون هذا الاحتفال زي احتفال المومياوات ولا هيكون في اختلاف؟ مما لا شك فيه هيكون اختلاف. الموكب المومياوات الملكية اللي قدرنا في يوم 3/4/2021 ان احنا نبهر العالم، باذن الله تعالى في نوفمبر 21 هنبهر ايضا العالم باحتفالية طريق الكباش بمشيئة الله تعالى. كان في تصريحات مؤخرا ان هيبقى بعد احتفال طريق الكباش هيبقى بعديه باسبوعين في احتفال في سانت كاترين، وبعديه بشهرين في اسوان. يعني ايه اللي بيحصل تحديدا علشان يبقى في احتفالات متكرره بهذه الصوره؟ هل في تطوير بيحصل في سانت كاترين، تطويرات ايضا بتحدث في اسوان عشان يبقى عندنا استعداد لهذه الاحتفالات العظيمه؟ زي ما حضرتك متابعه معانا يا استاذه رانيا، ان احنا ولله الحمد كوزاره السياحه والاثار على مدار الخمس سنوات الماضيه احنا انجازات في شتى المجالات،
سواء كان في افتتاحات متاحف، في اكتشافات اثريه، في اعمال ترميم، في تطوير، في الى اخره. احنا عندنا مناسبات كثيره جدا باذن الله تعالى في الفتره القليله القادمه. احنا بنتكلم على بعد الانتهاء باذن الله من الاحتفالات الكبرى لطريق الكباش، عندنا متحف عواصم مصر باذن الله تعالى في العاصمه الاداريه هيتم افتتاحه، عندنا قصر محمد علي في شبرا هيتم افتتاحه، وما ننساش ان اليوم الجميل لتعامد الشمس في فبراير القادم هيبقى 28 فبراير 22، رقم وتاريخ مهم جدا. طبعا بنعمله الاستعدادات من دلوقتي ان يكون احتفال عالمي برضه، هيكون مش بس في ابو سمبل، في ابو سمبل وفي اسوان. وطبعا مما لا شك فيه بعد الانتهاء من ده عندنا ما زال في الجعبه في هناك الكثير والكثير من اكتشافات اثريه مستنيين التوقيت الجميل عشان نعلنها. عندنا متحف اليوناني الروماني في الاسكندريه، وهو اكبر متحف متخصص للاثار اليونانيه الرومانيه في العالم. بعد اعمال التجديدات اللي بدات من 2017 ان شاء الله في عام 22، وطبعا هنكلل كل المجهود الجميل ده بالنجاح الباهر باذن الله تعالى بافتتاح المتحف المصري الكبير ان شاء الله في خلال عام 2022. هايل. اخر بقى حاجه، احنا عايزين نتغششنا كده، ايه اللي بيحصل في طريق كباش؟ يعني احنا كنا اتكلمنا ان في ترميم بيحدث في الفتره الماضيه، هل في اضافات بتتم في الفتره الحاليه ولا هو ترميم فقط؟ في كل حاجه جميله جدا. هنخلي المفاجاه الكبرى باذن الله تعالى اللي هنبهر المصريين والعرب والاجانب يوم الحفل او العرس الجميل. فده هخليه بعد اذن حضرتك، هخليه مفاجاه للعالم اجمع ان شاء الله في هذا اليوم الجميل. طب انا عارفه ان الوزاره دايما بترصد ردود الفعل الخارجيه، هل رصدتم الصدى لهذا الافتتاح وردود الفعل ايه؟ ردود الفعل احنا لمسناها بعد موكب المومياوات البلدية. العالم أجمع كان بيتغنى في هذا الحفل الرائع، والكل على في انتظار الحفل الجميل اللي هيتم في الأقصر بإذن الله تعالى. وطبعا العالم خلاص توقع وعارف قد إيه مصر قادرة على إنها تخرج احتفالاتها، مهرجاناتها، إيفنتاتها بشكل يليق بسمعة مصر عالم. ان شاء الله. بشكرك شكرا. نعم بالتوفيق ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا دكتور مصطفى وزيري، امين عام المجلس الاعلى للاثار. والحقيقه ان فعلا موكب المومياوات كان اكثر حدث يعني يعتبر بمثابه ترويج او تسويق لانجازات مصر خارجيا. يعني احنا كنا دايما بنقول مصر مش بتسوق لانجازاتها، مصر عامله انجازات عظيمه، لكن هذا الحدث تحديدا وصف عالميا انه اكبر تسويق لانجازات مصر خارجيا، من امن وامان وتطوير وكل حاجه كانت موجوده في هذا المكان. اعتقد ان كمان افتتاح او الاحتفال اللي هيتم في طريق الكباش في الاقصر هيكون بمثابه احتفال عظيم، يعد بمثابه تسويق اخر لانجازات مصر. ماذا حدث في المحافظات الاخرى؟ وكيف استعادت مصر الامن والامان والسياحه وتطوير الاثار وكميه الاثار العظيمه اللي موجوده واللي محافظين عليها لوقتنا هذا الحقيقه؟ ودايما بنقول ان مصر مش بس مليانه بالمتاحف الاثريه، ولكن كمان مخزن اثار عظيم متوفر فيه عدد كبير جدا من عظمه اجدادنا القدماء واللي احنا دايما بنحافظ عليها. خلينا نروح بقى لموضوع تاني عن وزارة الأوقاف. الحقيقة أن وزارة الأوقاف قررت في الفترة الأخيرة إزالة كل صناديق التبرعات من المساجد بأكملها، وده هيتم خلال 10 أيام، يعني خلال 10 أيام فقط لازم يكون كل هذه الصناديق تم إزالتها من المساجد. الهدف الحقيقة من هذا القرار هو ضبط عملية التبرعات بصورة نهائية. طب خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن هدف هذا الموضوع وإيه هو البديل. معنا دلوقتي دكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا أستاذة رانيا، ومساء الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. يعني عايزين نعرف ليه تم اتخاذ هذا القرار إزالة صناديق التبرعات من المساجد، وهل في بديل لو حد عايز يتبرع يعمل إيه؟ تمام حضرتك. يمكن إحنا حضرتك لامسين النهاردة البناء والتعمير والتجديد والتطوير في كل مجالات وفي كل بقعة من بقاع مصرنا المحروسة. القرار ده بيأتي في إطار الحوكمة المالية واتجاه الدولة العظيم إلى التطوير والرقمنة المالية والشمول المالي
وتعزيز الدفع غير النقدي علشان يحقق لنا كلنا اعلى درجات الشفافيه. ومش واحنا عايزين نقول مش شرط يكون في مشكله عشان نعمل تطوير. احنا دايما بنطور، والنهارده احنا بنقول الانسان المصري المبنى والمعنى. القرار دوتي بمنع وجود صناديق في المساجد كلها. طب وزي ما حضرتك تفضلتي وسالت سؤال وجيه جدا، طب يبقى لو في تبرعات في طرق ثانيه ولا كده مش هيبقى في تبرعات ومنعنا التبرعات؟ احنا بالزبط. بنقول احنا لم نمنع التبرعات، وانما هذا تقنين. التبرع موجود على حساب وزاره الاوقاف، عندنا حسابين، واحد لصندوق عماره المساجد وده ليه رقم في البنك المركزي المصري، وحساب ثاني اخر لتبرعات وخدمه المجتمع برضه بالبنك المركزي. ولو في حد حب يتبرع تبرع عيني، يعني مثلا احنا النهارده مثلا حد هيتبرع بادوات كهرباء، ادوات نظافه، مفيش اي مشكله خالص، بيبقى في دفتر موجود في المسجد مع في بعض الناس بتحب تتبرع بسجاد مثلا، مفيش سجاد، ادوات نظافه. طبعا احنا النهارده في الايام اللي احنا فيها ربنا يرفع البلاء يا رب، بس كتير بتتبرع بادوات النظافه والكحولات والمطهرات والسجاد للصلاه، كل ده موجود، بس بنقول انه يبقى في دفتر في المسجد بتقيد فيه هذه الامور. هل كان في مصدر شك يعني الاموال دي كانت بتروح لفين يعني؟ لا لا خالص خالص حضرتك، احنا بنقول احنا عشان بنطور مش لازم تبقى فيه مشكله. احنا شمول المال النهارده والرقمنه الماليه النهارده ومصر الجديده، فدايما نواكب هذا الحدث ونواكب هذه المستجدات وهذه الامور، والتبرع يعني في اطار حوكمه، يعني اللي هي الحوكمه الماليه. أيوة. تمام، اللي هو يعني الرقابة أكتر أو إحكام السيطرة أكتر بصورة أكثر دقة وتحقيق أعلى درجات الشفافية. أها طيب، هل ده في فرق بينه وبين صناديق النذور؟ لا، صناديق النذور دي أصلا ليها قانون يعني خاص بيها، لكن صناديق النذور موجودة، وإحنا برضو قلنا لازم صناديق النذور بيبقى في مخاطرة بيننا وبين المساجد والمدريات، إن هي هتجيب المسجد اللي فيه النذور وهترقم هذا الامر، يبقى في ترقيم، صندوق رقم واحد، صندوق رقم اثنين، ومكان تواجد هذا الصندوق. بيروحوا فين يعني؟ لا، مكانه في المسجد، مكان الصندوق ده في المسجد. يعني ده طب انا بس عايزه افهم حاجه، يعني احنا كنا دايما في عيد الفطر او في رمضان تحديدا، كل سنه وحضرتك طيب وخلاص، يعني الايام بتجري بسرعه، كان دايما الصناديق دي بتبقى مصدر بالنسبه لنا ان احنا اخراج الصدقه، اخراج يعني الزكاه. هل هيكون في دي موجوده ولا برضو مش هنلاقيها؟ لا يا فندم، احنا بس بنمنع الصناديق، لكن كل الرقمنه موجوده، كل الحسابات موجوده، وكل اذا الصناديق غير موجوده، ولكن هيتم التبرعات بطريقه اخرى من غير الحسابات البنكيه. تمام يا فندم، تمام 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 حضرتك. طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات دكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والحقيقة إن أعتقد إن في إطار الحوكمة اللي مصر ماشية بيها هيتم إعادة ضبط أشياء كثيرة كانت موجودة في حياتنا، من المفترض إنها تكون أكثر رقابة، يعني عليها أكثر رقابة، فإطار هذه الرقابة والشفافية هيتم زي ما قال دكتور هشام التخلص نهائيا خلال 10 أيام، مش هتلاقوا أي صندوق خاص بالتبرعات، فياريت تاخد بالنا إن مفيش أي صناديق تبرعات خلال 10 أيام في أي مسجد أو أي مكان حاطط صندوق تبرعات، أرجوكم يعني ما تستخدموش أو ما تتفاعلوش معي. هنتوقف دلوقتي مع موضوع الحقيقة يعني موضوع لطيف جدا، وهو عن أول متحف للكاريكاتير في الشرق الأوسط. المتحف ده بيقام في قرية تونس بالفيوم. الحقيقة أن القرية دي حققت صدى عالمي كبير جدا، وبالفعل أصبحت مقصد سياحي ومزار مهم جدا. تعالوا نشوف التقرير التالي. أكثر من 500 عمل فني أصلي في متحف الفنان التشكيلي المعروف محمد عبلة، والذي يطلق عليه متحف الكاريكاتير، والمقام في مقر إقامته بقرية تونس السياحية بمركز يوسف الصديق، تروي العديد من الحقب التاريخية والسياسية والاجتماعية. ويضم المتحف أعمالاً لأهم فنانين مؤثرين في تاريخ الكاريكاتير المصري، وهم رخا وزهدي وسانتيس وألكسندر صاروخان، مروراً بالأجيال الأحدث، وقد تم إنشاؤه في عام 2006،
افتتح للجمهور في عام 2009، وتطور هذا المتحف حتى افتتح مؤخراً قسماً للكاريكاتير العربية تماشياً مع حركة السياحة التي تنمو في قرية تونس خلال الفترة الأخيرة على الرغم من وجود جائحة فيروس كورونا. قرية تونس السياحة فيها مخصوصة شوية، ما هي سياحة تقليدية بمعنى أن ما فيش بحر مثلاً أو ما فيش كمية كبيرة من الآثار زي الأقصر وأسوان، هي سياحة فعلاً بتعتمد على السياحة الثقافية والسياحة الفنية، يعني الناس اللي جاية بيبقى أصلاً جاية عارفة أنها رايحة مكان تغلب عليه الطابع الثقافي والفني، سواء في نوع العمارة اللي موجودة سواء في الأنشطة. فطبعاً ده كان عامل مشجع لينا أن احنا نعمل متحف كاريكاتير، لأن هو الكاريكاتير في الآخر قريب من الناس، يعني ممكن الفن التشكيلي يبقى فيه جزء من الغربة، إنما الكاريكاتير بسيط، رسوماته بسيطة، رسائله واضحة، فهو فعلا يتناسب مع كل الناس، وده احنا بنشوفه يعني باختلاف الأجيال وباختلاف الثقافات وباختلاف يعني الشرائح الاجتماعية، هو فعلا قريب من كل الناس، إن انت في الآخر واقف قدام لوحة مرسومة في ظرف معين في وقت معين وانت بتعرف تتفاعل معاه. يقع المتحف في الشارع الرئيسي لقرية تونس وفي منتصف القرية تقريبا، ووضع الفنان محمد عبلة تمثالين على شكل السيد قشطة في الممر المؤدي إلى مدخل المتحف، كما زين هذا الممر بلوحات فنية متنوعة بشكل يعطي مظهرا فنيا ثقافيا جذاب، بعد أن كان يضع كل اللوحات داخل مبنى المتحف فقط. الحقيقة متحف رائع يستحق الزيارة زي ما قرية تونس تستحق أيضا الزيارة. هنطلع بفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. أهلا بكم من جديد. في عام 2019 تم إنشاء هيئة الدواء المصرية. الهدف الأساسي لها هو تنظيم سوق الدواء من ناحية والرقابة على سوق الدواء نفسه من ناحية أخرى. والسؤال هو، هل الهيئة لها دور في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية؟ خلوني أرحب بضيفي دلوقتي دكتور حمادة شريف، مدير عام الدعم الفني بهيئة الدواء المصري. أهلا بك منورنا. خلينا نتكلم في البداية عن اختصاصات الهيئة عشان نوضحها للمشاهدين. طيب نوضح حاجة بسيطة في الأول. القيادة السياسية المصرية ضمن رؤية مصر 2030 هو الارتقاء بالمنظومة الصحية. السيد الرئيس شايف إن الدواء، وده صح جدا، أحد أهم ركائز الأمن القومي المصري، وبناء عليه كان قرار إنشاء هيئة الدواء المصرية علشان تلعب دور الرقابي الكامل على السوق الدوائي المصري. فالهيئة بتنظم تداول وتسجيل وتعاطي كل الأدوية في السوق المحلي. وهنا أنا بس محتاجة أوضح حاجة، احنا بنتكلم على الأدوية اللي احنا عارفينها بس، احنا بنتكلم على الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية، ويمكن دي حتة الناس كتير بتغفل عنها. الهيئة بتراقب كل ما له علاقة بالمريض، الهيئة بتراقب على المستلزمات الطبية اللي ممكن حضرتك ما تتخيلش هي ايه، سرنجة، بتراقب على المناظير، بتراقب على أجهزة الأشعة، بتراقب على شرائط تحليل السكر. فحضرتك كل ما له علاقة بالدواء والمستلزمات الطبية بيتم الرقابة عليه من قبل هيئة الدواء المصرية. امتى بيتم الرقابة؟ يعني بيجي منين وبيروح فين؟ فانتوا دوركم في النص مثلا؟ لا احنا دورنا مش في النص. امال فين؟ هيئة الدواء المصرية بتمشي مع الدواء او المستلزم الطبي من اول ما يكون فكرة، يعني يكون عندي مصنع دواء بيتم انشاؤه، بتحرك معاه مراجعه رسومات هندسيه اتاكد انها مطابقه للمعايير الدوليه. امشي معاه في ترتيب خطوط انتاج واتاكد ان خطوط الانتاج دي هتعمل بفاعليه. مراحل الاستيراد اراقب عليها. مراحل الانتاج ابقى معاه واقدم له الدعم فيها. وبعد كده بقى عندي منتج نهائي نراقب جودته ونتاكد ان هو منتج جيد. هيوصل للموزع اراقب التوزيع، وفي النهايه يوصل للصيدليه فاراقب الصيدلي. وهنا الرقابة تكاملية بهدف تحقيق تأمين للمريض وتأمين المصنع والموزع. ده في حالة ان المصنع في مصر، لكن في حالة انا جاي لي حاجات من بره زي اللقاحات اللي بتيجي في الفترة الأخيرة، دوركم ايه فيها بقى؟ طبعا احنا عندنا في مصر منظومة رقابية بتضمن ان اي لقاح بيتم تداوله او اي دواء بيتم تداوله مستورد، الاول بتأكد من فعاليته في بلد المنشأ، بتأكد من مؤونيته في بلد المنشأ، وبعد ما يجي عندي مصر أبدأ أراقب عليه. يعني مثلا هناخد مثال بسيط، لقاحات كورونا. أنا أقول لحضرتك حاجة بسيطة جدا، مصر كانت سباقة في لقاحات كورونا، وبعض اللقاحات تم اعتمادها في مصر من خلال مراقبة مأمونيتها وفعاليتها قبل منظمة الصحة العالمية. والإضافة الثانية إن مفيش جرعة لقاح بتوصل مصر إلا وما بيتم مراقبة جودتها والتأكد لكل جرعة
انها جرعه جيده وطبعا هتاكدنا من الامانه والفعاليه قبل ما يتم توزيعها للتعاطي على المريض. طيب يعني دلوقتي اي لقاح بيجي لنا بيمر على الهيئه الاول قبل ما يتم اقراره ان هذا اللقاح امن ويتم امن وفعال وجيد، عشان برضو الناس تطمن ان كل اللقاحات الحمد لله اي لقاح يتم تداوله حاليا هو لقاح امن وفعال وجيد، ودي نقطة بيتم ضمانها من خلال أعضاء فنيين على أعلى الكفاءات وبعضهم أعضاء في منظمة الصحة العالمية للتأكد من الجودة قبل ما يتم تداول أي لقاح. على ذكر بقى اللقاحات، أعلنتم مبادرة عن أن أي حد يعاني من آثار سلبية أو آثار يعني سيئة من اللقاحات يبادر بتقديم تقرير عن هذا الموضوع، هل الناس تفاعلت معاكم؟ طبعا احنا عندنا اوريدي اصلا احنا من ضمن الحاجات اللي بنعملها هي الابلاغ عن الاثار العكسيه للادويه واللقاحات. عندنا من خلال الخط الساخن لهيئه الدواء المصريه 15301، من خلال موقع الهيئه 15301 ايوه من خلال موقع الهيئه. يا ريت الناس يا ريت نكتبه على الشاشه عشان لو حد ده اي دواء حتى عشان في بعض الناس بتاخد ادويه بتسبب لها فشل كلوي، بتسبب لها ربنا يعني انا سمعت كده، فبرضه ناخد بالنا ان يتم الابلاغ من خلال 15301 وطبعا موقع الهيئه edaegypt.gov.eg برضه الابلاغ عن اي اثار عكسيه. خلينا في الاسهل 15301 والموقع، يعني هما الاثنين بيتكاملوا مع بعض. هنا احنا طبعا اي حد عيان هيتكلم في التليفون اسهل من هو يبعت والله يعني حاليا الناس بتتعامل مع الاثنين. تمام. النقطه الثانيه المهمه جدا فيما يخص اللقاحات ان احنا في الاسبوع العالمي لليقظه الدوائيه عملنا مبادره ان الناس تبلغ عن اي اثار عكسيه للقاحات. وهنا الابلاغ عن الاثار العكسيه هدفه ان احنا نطمن الناس، مش ان احنا نخوفهم ان في اثار عكسيه. لا، اللقاحات امنه وفعاله وجيده، وانا يعني بدعو كل مواطن ما خدش اللقاح، لا لو سمحت اتحرك خد اللقاح. جميع اللقاحات اللي بيتم تداولها تم الرقابه عليها من هيئه الدواء المصريه وهي لقاحات امنه وفعاله وجيده. تمام جدا. طيب الادويه بقى، احنا بقى من حين لاخر نسمع احذر استخدام هذا الدواء بعد ما نكون بعض الناس استخدمته، وبعض الاخر بيتم سحب ادويه من السوق، وفي حالات كتيره قوي بيتم ادراج بعض الادويه كمخدرات تقريبا. طيب ادراج الادويه كمخدرات، ونبدا بكلام حضرتك من النقطه الاخيره الادراج. طب قبل ما نجاوب على هذا السؤال اسمح لي هقرا خبر عاجل لجنة دلوقتي. النهارده استقبلت السيده انتصار السيسي السيده الاولى لجمهوريه افريقيا الوسطى، وكتبت على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي: سعدت بلقاء السيده الاولى لجمهوريه افريقيا الوسطى، والذي كان لقاء مثمرا تبادلنا فيه الحديث عن جهود البلدين في دعم وتمكين المراه. فلقد حققت مصر على مدى السنوات الاخيره انجازا عظيما بتعزيز مكانه المراه المصريه في مجتمعها والارتقاء بأحوالها على جميع المستويات، كما كانت وما زالت في قلب المبادرات المصرية التي ترسخ لمبدأ العدالة الاجتماعية مثل حياة كريمة وتكافل وكرامة ونور حياة وغيرها من المبادرات التي تشق بها مصر طريقها إلى الجمهورية الجديدة، وفي مقدمتها المرأة المصرية التي تعيش حاليا بصدق عصرها الذهبي. مرة أخرى برحب بضيفي الآن دكتور حمادة شريف، مدير عام الدعم الفني بهيئة الدواء المصري. أهلا بك مرة تانية. توقفنا عند نقطة الأدوية وإدراجها مخدرات وغيره، عايزين نفهم هذه الموضوع. احنا عندنا طيب النهاردة في حاجة اسمها الإدراج في جداول المخدرات. مصر من أوائل الدول اللي كانت عضو في الاتفاقية الدولية للمخدرات، وبناء عليه مصر بتتابع من خلال التوصيات اللي بتخرج من الاتفاقية الدولية للمخدرات أي مواد بيتم التوصية بإدراجها في جداول المخدرات عشان تدرجها مصر. قد نكون سباقين وأدرجناها بالفعل، ولكن الإضافة الثانية إن إحنا هنا بنضيف مواد ممكن ما يكونش دخل مصر قبل كده، وغالبا ده بيبقى إجراء استباقي بضمن بيه إن ما يدخلليش مادة أو يتم استيراد مادة تدخل في تصنيع المخدرات. إذا إدراج أي دواء على قائمة إن هو مخدرات ده بيكون إجراء استباقي قبل ما يكون حد استخدمه. الآخر 20 دواء أو 22 دواء نزلوا دول كلهم عبارة عن مواد بتدخل في التصنيع ما دخلتش مصر قبل كده اطلاقا، ولكن ده اجراء استباقي بنمنع بيه
دخولها مصر وبالتالي بنمنع استخدامها في تصنيع المخدرات. ابرز المواد المستخدمه تقريبا اللي هو المورفين، المورفين تقريبا. المورفين ده موضوع بسيط جدا، هي مشتقاته. سمعته في الفتره الاخيره. هي مشتقات المورفين. بعض مشتقات المورفين طبعا احنا حضرتك عارفه يعني زي المورفين مثلا ده اسم دارج واحنا عارفينه. مشتقاته بقى اللي هي مواد ثانويه او مواد يعتبر اوليه ان صحت اللفظ بنستخدمها لتصنيع المورفين. فاحنا هنا النهارده مش بنمنع فقط المخدرات ولكن بنمنع المواد اللي يتم استخدامها في تصنيع المخدرات. لكن في بعض الناس اللي هي بيتم طبعا ان الاطباء مكتوب لها هذا الدواء ده بيتم صرفه طبعا عندنا نظام كامل لصرف جداول المخدرات سواء الجدول الاول او الجدول الثاني، وده نظام محكم وبيتم الرقابه عليه بشكل تام. طيب بالنسبه للادويه بقى اللي بعض استخدام يقول ان هذه الدواء يعني بيتم سحبه من الاسواق، يعني سمعنا في الفتره الاخيره ايه الموضوع ده؟ لا هو اللي بيتم سحبه ده بعض التشغيلات اللي بيظهر فيها بعض العيوب الفنيه او لو حصل ان لا قدر الله في دواء نزل مثلا مغشوش، يعني حد قلد دواء موجود في السوق، ففي الحاله دي بيتم من خلال حملات الخاصه بالاداره المركزيه للعمليات اللي هي معانا في هيئه الدواء مفتشين الصيدله بيبداوا ينزلوا ويبداوا يسحبوا التشغيلات دي عشان ما يبقاش في اي دواء في مشكله، وده حاجه من ضمن ضبط الاداء وضبط الاسواق مش اكتر، ودي حاجه ما تقلقش اطلاقا يعني. بيتعمل من حين لاخر اللي هو ضبط الاداء؟ لا هو حضرتك بيتعمل على طول. احنا الحمد لله وشكر لله عندنا حملات دوريه بيقوم بيها زمايلنا، بينزلوا بشكل كامل بيرصدوا الاول من خلال رصد لكافه القنوات ورصد لكافه مواقع التواصل الاجتماعي، رصد للصيدليات، رصد للمخازن، رصد كل شيء، وبناء عليه بيتحركوا في حملات بنعلن عن الحاجات اللي بنلاقيها، ولكن الحمد لله شكرا لله الوضع مستقر. طيب من ضمن برضو اختصاصات الهيئه هي اعطاء تصريح او ترخيص للصيدليه. تمام. يعني طب هل في تنظيم يعني ما فيش صيدليه تبقى جنب الصيدليه يبقى في طبعا في قانون الصيدله اللي بيحكم المسافات بين الصيدليات، وطبعا التنظيم الخاص بالصيدليات ده يعني سلطه مطلقه لهيئه الدواء المصريه بيتم فيها اتباع القانون اللي هو قانون الصيدله سنه 1954 وبيتم الالتزام بيه بشكل كامل ما فيهوش ادنى مشكله، وده برضو مطبق وفي احكام كامل للرقابه والتنظيم الخاص بيه. وان لازم يكون صاحب الصيدليه طبيب. صيدلي يا فندم. صاحب الصيدليه صيدلي. طيب. طيب من ضمن الموضوعات ايضا الخاصه بالهيئه هي اجراء فحص على كل الاجهزه اللي هي تخص المستشفيات او اللي هو اللي هي المستلزمات الطبيه في محتاجه الصمغ. ده بيتم ازاي يا فندم؟ يعني وايه هي ابرزها؟ يعني حضرتك قلت السرنجه بس برضو تقريبا اجهزه الاشعه، مناظير، دباسات التكميم، كل ما هو مستلزم طبي بيتم الرقابه عليه رقابه تامه للتاكد من جودته وفعاليته وامانه قبل استخدامه في المستشفى او في المركز الطبي. هنا عندنا اداره مركزيه كامله دورها هي التسجيل والرقابه والسماح بالتداول هذه المستلزمات. الحمد لله شكر لله احنا شغالين معاهم بقوه جدا، ويعني في نقطه هنا نقطه ايجابيه محتاجين نقولها ان الصادرات المصريه من المستلزمات هي اكثر من 60% من الصادرات المصريه الدوائيه. وده من نقط القوه الخاصه بالسوق الدوائي المصري، وان احنا ان شاء الله الفتره الجايه بنغذيها وبننميها وبنشجع على الاستثمار في مجال المستلزمات. وانا شايف ان شاء الله الفتره الجايه هيبقى في يعني ان شاء الله بارقه امل كبيره في مجال المستلزمات. في حاله وجود نقص يعني عند جائحه كورونا، انا عارفه ان انتوا تدخلتوا علشان موضوع نقص الادويه وكان في عدد كبير طبعا يعني كان بيعاني من وجود عجز للحصول على ادويه، ايه اللي انتوا عملتوه عشان ده ما يحصلش؟ واستفدتوا ايه عشان الفتره القادمه ما يبقاش في اي عجز تاني في ادويه لو حصل لا قدر الله اي جائحه او اي حاجه لازم نستفيد من اخطائنا يعني؟ اكيد، بس احنا الحمد لله شكر لله يمكن تزامنت اللائحه التنفيذيه لهيئه الدواء مارس 2020 مع جائحه كورونا. ده كان تحدي كبير جدا لهيئه الدواء المصريه، ازاي هنحقق الاكتفاء الذاتي وان احنا مع صعوبه النقل وصعوبه المشاكل في سلاسل الامدادات ان احنا ما يبقاش عندنا مشاكل. الحمد لله وشكر لله احنا اشتغلنا بقوه وبالشراكه مع شركاء الصناعه. هنا كانت فكره الرقابه هي تقديم الدعم لشركاء الصناعه عشان يرتقوا بالجوده. عشان نقدر في الاخر يتواجد عندي المنتجات بجوده وبكميه تكفي. والنهارده احنا نقدر نقول ان احنا محققين اكتفاء ذاتي من المنتج المحلي بيتخطى 80% اثناء جائحه كورونا. يمكن نقدر نقول انها قصه نجاح لهيئه الدواء، احنا ما كانش عندنا نقص في اي بروتوكولات علاج كورونا. ونقدر نقول ان حتى كل بروتوكولات العلاج المستخدمه في كورونا مصر محققه اكتفاء ذاتي كامل منها في الفتره الحاليه، بس في بدايتها من بدايه الجائحه. لا كان في برضو بعض شكوى ان في ناس كتير اشترت حاجات كتير ما كانتش محتاجاها. الناس اشترت مش عشان خاطر العلاج، الناس تخيلت ان هيحصل نقص. ده صحيح، لكن الحمد لله الارقام اللي عندنا بتؤكد ان ما حصلش اي نقص في اي دواء. وانا عايز اقول لحضرتك اضافه ثانيه ان ادويه المستخدمه طب هو بس فيه بعد اذن حضرتك هو حصل
خلينا نعترف، بس ما كانش فتره طويله يعني احنا تلحقناه، بس حصل يعني انا كنت بسال على مجموعه من الادويه ما كانتش تبقى موجوده في الصيدليات. تمام. البعض كان ممكن يكون كان هو بيقوم بتخزينها يعني اعتقادا من ان هو هي ممارسات اعتقادا من ان هو هيزيد الاسعار يعني عارف الطريقه اكيد طبعا. مع بصي حضرتك لازم نتفق ان في وجود اي جائحه الناس بتلجا الى التخزين، ولكن ده مش معناه ان كان في نقص، كان في توفر كامل للادويه الخاصه بعلاجات كورونا. واقدر اقول لحضرتك ان الادويه المستخدمه في بروتوكولات علاج كورونا مصر نجحت في تصديرها خارج مصر، وفي اسواق اتفتحت مخصوص يعني بعض الادويه بدون ذكر اسماء احنا صدرناها لدول هي اللي كانت بتصدر لنا في الاول، لكن احنا النهارده بقينا بنصدرين ليها، وده يعتبر قصه نجاح لينا في بروتوكولات علاج كورونا. حته بقى ان احنا استفدنا منها في تغذيه السوق بصوره مستمره علشان ما يحصلش عجز. تمام. في اي منتج عندنا فتره. طيب لما يبقى عندي منتج هيطلع من مصنع مصري، ايه الخطوات اللي بتتم عشان اقول ان هذا المستحضر الطبي جاهز لوصوله للصيدليات؟ زي ما قلنا لحضرتك في الاول احنا النهارده بنشتغل مع المستثمر من دي 1. يعني ايه من دي 1؟ المستثمر قرر ينشئ مصنع دواء، براجع معاه رسومات هندسيه اتاكد ان المصنع بيتم انشائه طبقا للمعايير العالميه، اتحرك معاه في خطوط انتاج، بعديها مواد خام براقب على جودتها، بتاكد ان المنتج ده اصلا ليه انا ضامن فعاليته وضامن مأمونيته. رقبت المواد الخام تبدا عمليه الانتاج، ببقى معاه في عمليه الانتاج. بحضر الانتاج، بتاكد ان المنتج اللي بيتم انتاجه بيطابق المعايير والشروطات العالميه. تم الانتاج، وصل معايا منتج نهائي علبه دواء في ايديا بيتم مراقبه جودتها من خلال مجموعه من الاختبارات. وعايز اقول لحضرتك ان هنا احنا بنقترب من اكثر من 3000 مستحضر بيتم رقابته وتحليله شهريا. احنا بنشتغل بقوه جدا فيما يخص التحليل ورقابه الجوده، وده يمكن توجيهات الرئيس لينا في لقائه في افتتاح مدينه الدواء لما قال انا عايز الجوده. فيمكن كلمه انا عايز الجوده دي كانت بالنسبه لنا احنا توجيه في هيئه الدواء، احنا نشتغل على جوده المنتجات الخاصه للمريض المصري. طيب ما يقال بقى على ذكر الجوده، ما يقال ان احنا المواد الفعاله للمنتج المصري اقل من المواد الفعاله للمنتج المستورد، ده حقيقي؟ كلام عاري تماما من الصحه. بس هو بيكون ارخص فالناس بتحس كده. الارخص دي ليها ليها كلام كتير جدا نتكلم فيه، في هنا تنافسيه. السوق المصري سوق فيه 100 مليون بني ادم. طبعا مع وجود 100 مليون واحد ده بيخليني عندي تنافسيه، الناس بتتنافس مع بعض، فبنلاقي السعر بيبدا ينزل. لكن ده مش خاص بالجوده، جميع المنتجات اللي بيتم تداولها والمسجله بهيئه الدواء المصريه هي منتجات امنه، وكلها اذا احتوت على نفس الماده الفعاله يعني نفس البدائل هي كلها بنفس معايير الجوده اللي بتراقب عليها جميعا. يعني على عهده هيئه الدواء المصريه ان كل الادويه الموجوده في مصر فعاليتها زي الادويه المستورده. طبعا. ده هايل. طيب احنا احيانا بنيجي نكلم الصيدليه نقول له احنا عايزين الدواء الفلاني، يقول لك ما فيش بس في بديل. تمام. ايه بقى يعني ايه البديل؟ البديل هو نفس الدواء بنفس الماده الفعاله لكن شركه اخرى. وده يمكن استعماله بامان تام طالما ان الصيدلي قال لحضرتك ان ده بديل ده، خدي الدواء. ما فيهوش ادنى الصيدلي هو الخبير الاول في الدواء، وطالما قال ان الدواء ده هو بديل الدواء ده يبقى نقدر نستعمله بامان تام وفعاليه تامه. طيب ليه في بدائل وليه ما فيش الادويه نفسها؟ هل بيتم سحب ادويه مقابل ادويه اخرى؟ اطلاقا هي لها علاقه بالانتاج والسوق واليات السوق، لكن ملهاش دعوه اطلاقا بالسحب خالص. بالعكس احنا عندنا بدائل متوفره لكل دواء. طيب هل بيجرى في الفترة الحالية استبدال الدواء المصري بالدواء المستورد؟ لا اطلاقا. ليه؟ الدواء يعني المستورد موجود والدواء المصري موجود والاثنين متاحين. احنا بندعم الاستثمار وفي نفس الوقت بندعم ان يبقى عندي منتج عشان اوطن الصناعة، ما لازم عندي دواء مستورد تتنقل لي تكنولوجيا ابدا اشتغل في دعم الاستثمار، يبقى عندي منتج محلي ومنتج مستورد. مفيش ادنى مشكلة في حاجة زي كده. طيب انا شايفة حضرتك شاب يعني ما شاء الله، هل هيئه الدواء يعني فيها عدد محدد يعني؟ واحنا دلوقتي لسه السيده الفاضله بتتكلم عن تمكين المراه، فهل في مراه برضو في عدد من النساء يعني كما ينبغي ان يكون داخل هيئه الدواء؟ لا، عدد النساء في هيئه الدواء اكبر من عدد الرجال بكتير. طب ايه ده مطلوب؟ طيب ايه هي مواصفات من يعني يتقدم للالحاق بهيئه الدواء؟ هو الالحاق بهيئه الدواء بيتم ضمن النظام الحكومي الخاص بالتعيينات. عندنا تكليف طبعا ضمن نظام التكليفات، عندنا ناس اوريدي موجوده خبرات كبيره كانت موجوده انضمت لهيئه الدواء. هيئه الدواء لما جت انشات ضمت اليها العاملين في بعض الادارات والهيئات السابقه، دول ليهم خبره فنيه وعلميه كبيره جدا، انضموا لهيئه الدواء، وبناء عليه هيئه الدواء بادئه قويه لانها بادئه بكوادر لها خبره علميه وخبره فنيه كبيره جدا.
لكم دور كمان في الرقابة على الإعلانات. إحنا ساعات كده بنسمع أسامي غريبة وعجيبة طلع في بعض القنوات اللي هي مش تبع نايسات، بس البعض بيعتقد أنها تبع نايسات. على فكرة هي هذه الأدوية مش تبع نايسات، فده يعني تحذير من حضرتك برضو. طيب. أدوية بير سلم مش عارفة يعني. طيب. إزاي نحذر المواطنين؟ نتفق على حاجتين. أول حاجة إن الدواء يباع فقط من خلال الصيدلية. أي دواء حضرتك بتشتريه من النت أو من التلفزيون، أنا بقول لحضرتك بشكل مطلق ده دواء غير آمن، غير فعال، غير جيد، وحضرتك دواء غير مراقب عليه، وأنا بقول لحضرتك إن غالبا الدواء مغشوش. يعني حضرتك بتحذر من الأدوية التي تباع كمان عبر الأونلاين. طبعا. أي دواء دي منتشرة جدا يا فندم، الدواء ليه مصدر واحد اللي بيعه، الصيدلية. أي دواء خارج الصيدلية ده هو غالبا وبنسبة تقترب من أكثر من 99% هو دواء مغشوش، يا إما مفيهوش مادة فعالة، يا في مادة فعالة بنسبة أقل، يا في مواد مختلفة أصلا. وده ممكن يكون منتهي الصلاحية ممكن يكون أي حاجة. هو طالما مش ضمن المنظومة الرقابية يبقى ما اقدرش امنع ده. لا ثانية واحدة مهمة جدا، يعني ما يباع عبر الأونلاين خارج المنظومة الرقابية ما لهوش رقابة. طبعا. أونلاين حضرتك ده مخاطرة. طبعا أنت حضرتك بتخاطري بصحتك إنك تشتري دواء أونلاين. طبعا. حضرتك موجود الصيدلية، واقف فيها صيدلي خبير بالدواء، اتحرك للصيدلية واساله وابقى ضامن الدواء بتاعي، عارف ان مسجل في هيئة الدواء المصرية، انا كده بتعامل مع دواء ضامن رقابته، ضامن جودته، ضامن فعاليته. طيب بالنسبة للأعشاب بقى برضه بقت منتشرة جدا، في رقابة على الأعشاب دي؟ في بعض يعني الأعشاب اللي بتباع داخل الصيدليات دي اعتقد انها آمنة. طيب انما برضه عبر الاونلاين هيئة الدواء المصرية في حد اتقبض عليه من قريب. هيئة الدواء المصرية من ضمن تخصصاتها المراقبة على إيه؟ الأدوية البشرية والأدوية البيطرية والأدوية العشبية. تمام؟ الأدوية العشبية التي تباع فين؟ داخل الصيدلية. أي حاجة تباع خارج الصيدلية هي حاجة غير آمنة وغير فعالة وغير جيدة، وياريت أي حد بيسمعنا النهاردة يتحرك أنه ما يستعملهاش، لأنها فعلاً هتضر مش هتفيده. لكن ممكن يبلغكم لو طبعاً عندنا خدمة الإبلاغ عن إعلان غير ملائم على الموقع وبرضه على الخط الساخن. هايل جدا. برضو نقول الخط الساخن تم اللي هو 15301. الحقيقه دور مهم جدا للهيئه، ويا ريت الناس تاخد بالها، لان في الفتره الاخيره تم القبض. طبعا يمكن حضرتك سمعت على احد المدعين، هو قال ان هو طبيب وكان بيبيع اعشاب وادويه عبر الاونلاين، والناس كانت بتصدقه للاسف الشديد. حكى بيكتب حاجات يعني ملهمه كده، تحس ان هو فعلا صح ساحر. لكن ساحر، لكن هو مش حقيقي وتم القبض عليه. فياريت نتعظ وناخد بالنا، ما ناخدش اي حاجه الا من الصيدليات، لان هي الوحيده اللي عليها رقابه داخل جمهوريه مصر العربيه، وتبع لما قاله السيد الرئيس ان كل حاجه بتباع داخل مصر هي لديها جوده عاليه جدا. ما فيش حاجه اسمها ان الماده الخام اقل من بره، لا، على عهده اي هيئه الرقابه، هيئه الدواء المصريه، ما فيش اي كلام من ده. كل الأدوية داخل الصيدلات المصرية هي أدوية آمنة، والمادة الفعالة هي مادة مشابهة للمواد التي تباع خارج مصر أو المستوردة. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور حمادة شريف، مدير عام الدعم الفني بهيئة الدواء المصرية. بجد جهد عظيم جدا أن يكون عندنا رقابة على الأدوية، الحقيقة ده مهم. بشكرك شكرا جزيلا، وبشكركم مشاهدينا. بكرة إن شاء الله صدى جديد مع رانيا هاشم. إلى اللقاء.